الف الف مبروك للزعيم، ما نوقف هنا ما نوقف هنا، الدوري واسيا نبيها. الف مبروك يا الجمهور الهلالي، وباذن الله المباريات الجايه احسن واحسن باذن الواحد الاحد. ان شاء الله ذا المستوى يبتل زي ما هو، نبغى نكملها وعلى اسيا باذن الله والدوري ان شاء الله. دوري هلالي، دوري هلالي، اسيا هلاليه. الف مبروك، بس فكونا من حسن كاد اشتكفون. الحمد لله على الفوز، وكل العيال ما قصروا، ان شاء الله القادم اجمل ان شاء الله، والدوري ان شاء الله هلالي باذن الله. باذن الله نرجع للدوري باذن الله. الف مبروك جماهير الهلال، جد عنده ملاحظه، عنده ملاحظه على الهزوج، يقول 30 ريال واللعيبه ما سلموا علي. لا عندي ملاحظه على الهزوج، عندي ملاحظه على الهزوج، جمهورك مو براك، جمهورك معك على الباب اليم. الف مبروك، شكرا للاعبين كلهم اللي قدموا، بس حسن كادش وخرونا ببريك يرجع كردي. اوه يا هلالي، اوه يا هلالي. اقول الف مبروك للهلال، وان شاء الله اسيا هلاليه والدوري ان شاء الله. هذا نصراوي، ابغى يقول كلمه للهلال بمناسبه الفوز اليوم باربعه. اول شيء مبروك، والدوري نصراوي. يا اخي النصراويه ذول اخذوا دوري واحد وقرشونا يا شيخ. والله يا حبيبي دام هذا دفاعك الله يخلف. ويا طيف اتمنى انه يروح نادي يقوي نفسه، مو معقول مباراتين يلعب ومباراه مصاب، مباراتين يلعب مو معقول. مباراه صعبه والاتحاد خصم صعب، بس ان شاء الله نقدر عليه. الهلال ما حد ما يخوف احد الهلال.